اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وجولة النهاردة من الهرم التجاري فرع العليا بمدينة الرياض. عايز اقول لكم كده عندهم كوليكشن حلو من الاحذية على 15 و20، تحفة ما يتفوتوش. المقاسات اللي انا شفتها في الجزء اللي هو عليه العرض، طبعا العرض هتلاقوه على اكتر من استند، بس الاستند اللي انا واقفة عنده ده استند واحد اللي انا واقفة عنده. المقاسات اللي فيه لحد 36، ده اللي انا شفته بنفسي، ممكن يكون فيه ل 38 والله اعلم، بس متوفر لحد 36 اللي انا شفته. البوت اللي عدى ده خفيف وحلو جدا، يعني جودته حلوة حلوة. في منه اسود، في منه بينك، شايفين كمان الشوزات الالوان مختلفة والجودة حلوة، والسعر يا جماعة تحفة، 15 و20 ده ولا حاجة. يعني جودة البوتات اهم حاجة، البوتات، لان بقول لكم ايه، دايما اقول ما تاخدوش النعل التقيل، فده نعله خفيف وتحفة. فاللي عايز حاجة زي كده لا روحوا واشتروا منه، يعني ما يتفوتوش بصراحة، حلوين. اخدنا منهم كام حاجة كده حلوين جدا. برضو في القسم النسائي في تشكيلة حلوة من حاجات البيت اكتر، اللي هي تلاقي اسعارها يعني حلوة والحاجة حلوة، 25 هتلاقوا 30 34. بالنسبة لبس الخروج كنا مركزين عليه اكتر، بس الاسعار عالية. يعني تلاقي البلوزة مثلا، البلوزة اللي هي الخروج تلاقيها 80 ريال، بس حاجة كويسة يعني. بس انا عايز يعني بنقول لكم الاسعار اللي موجودة هناك، 30 25 في القسم اللي هو البيتي، القمصان اللي هي البيتي، الجودة حلوة. هنشوف برضو معانا فساتين و يعني كام حاجة كده سريعا. الفيديو مش كبير، انتوا عارفين اللي بيشتري يا يشتري، انا عن نفسي معرفش اركز في كذا حاجة، يا يشتري يا صور، فبحاول ان انا اوفق ما بين الاتنين، بس انا بحب اركز في حاجة واحدة واعملها كويس. يعني عشان كده تلاقوا فيديوهاتي الايام دي الفيديو مش كبير. تحفة تحفة القميص ده، حلو جدا، وفي الوان تانية وده كمان حلو قوي قوي، خامتهم حلوة، ومن الحاجات الاتنين دول اللي عجبوني قوي. 39 جميل، يعني هو بوسط طبعا زي ما انتوا شايفين كده. المقاسات هتلاقوها متوفرة، يعني في المقاس الكبير، بس انا بجيب لكم انه يعني لا، في مقاسات كبيرة، يعني في مقاس اللي هو الكبير وفي مقاس الصغير، فبراحتكم. يعني 30 في بعض الاقمشة كده، خدوا منها يعني خدوا منها اكبر من مقاسكو، يعني زي دي كده خدوا منها زيادة نمرة او نمرتين. اللون ده برضو عجبني جدا جدا، وده كمان تحفة. جميلة، على 35. في منها درجتين، في البيج وفي السيمون، هنا على 18، قمصان بيتي بس حلوة وجودتها حلوة. على 18 تشكيلة حلوة وألوان مختلفة وخامتهم حلوين، في بنص كم بس، يعني أنا حاسة إن مقاساتهم مش كبيرة قوي. اللارج ده ب15، لأ في ب15 وفي أسعار تانية من اللي بنص كم، يعني مش كلهم على 15. خلينا نشوف برضو البيجامات والأسعار موجودة عليهم دلوقتي، مخفض كمان عشان تبقوا عارفين، يعني أنا واقفة عند المخفض. تبدأ البيجامات من 31 ريال، يعني بحاول افتكر لكم الاسعار، بس هي تبدأ من 31 ريال، يعني 31 35 34 كده. خامتهم حلوة، 31 كانت البيجامات دي زمان على 25 كنا بناخدها، وعلى 20، بس يعني اللي بتلاقيه على 25 و20 بتبقى الخامة خفيفة شوية، زي اللي في 22، لكن دي جودتها احلى من التانية. يعني بصراحة البنطلونات هنا حلوة جدا، محترمة وجميلة، خامتها حلوة.
ب34. ب35 يعني من 31 نقول ل35. طبعا في استندات تانية مخفضة على 40 ريال يعني، ومخفض برضو بأسعار 40 ريال. احنا عارفين الهرم التجاري بيبقى فيه تشكيلة كبيرة جدا من البيجامات، الألوان حلوة جدا، البنطلونات تحفة، تفاصيل كده البنطلونات حلوة. 34 كانت عجباني قوي دي، وبعدين حسيت ان التيشيرت واسع، مش حبيت الستايل بتاع التيشيرت، لكن البنطلون كان عاجبني. ودي كمان حلوة، ودي من الحاجات برضو الحلوة اللي هناك. الفساتين يا جماعة، في كام فستان تحفة، بس عايزة اقول لكم الاسعار. يعني اللي انا مصوراهم هما الحاجات برضو اللي عجبتني، بس عايزة اقول لكم الاسعار فوق 100، يعني 126 124 كده. ده حلو، ده مناسبات وسهرة وخروج عادية كده، وده كمان تحفة، خطير، جميل جدا ده، وده كمان حلو. خلينا نشوف برضو الأطفال سريعا كده، يعني الأسعار بصراحة مش كلها عجبتني، بس صورت لكم بعض الحاجات اللي ممكن تكون أسعارها متهاودة شوية. على 30 وعلى 25، في حاجات على 30 وفي حاجات على 25. هنا بيقول مخفض يا جماعة بس، ومكتوب عليه عرض خاص، بس تلاقوا ايه 80 ريال، 60 ريال، 64 كده. يعني دي قطعة واحدة اللي عدت، دي قطعة واحدة بس، فستان بس، وسعره تقريبا 35. خمسة وعشرين في الأسعار الحلوة، 25 و30. خمستاشر اللي هي حاجات بيتي. حلو ده، جميل. يلا اشوفكوا على خير.